مؤسسة هجن الرياسة تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار، وإلى محمود بن محمد الوهيبي. نأتي إلى شوطنا الأول بهذه الأمسية الشاهينية من هجن الرياسة صاحبة التوقيت الأفضل وصاحبة أول أشواط الدلال المحليات الأصائل بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار، حيث قطعت المسافة في 9 دقائق و19 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة. بينما شوطنا الثاني أول أشواط الدلال المهجنات الأصائل، أعلن البروفيسور تواجده في هذا الشوط بكل قوة ونشاط، ليعلن محمود بن محمد الوهيبي بتواجد شواهين من هجن الرياسة، حيث قطعت المسافة في 9 دقائق 25 ثانية وجزءا واحدا من الثانية، لينطلق ثالث أشواط هذا اليوم. ويعلن أيضا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري انطلاقة شاهين من البداية حتى النهاية بدون أي أوامر تذكر، وينطلق وينفرد انفراد كلي معلنا الفوز والانتصار ومهدي المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرياسة هذا الفوز ب9 دقائق 37 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. انطلق رابع أشواط هذا اليوم، وهو أيضا الخاص بأول أشواط الزمول المهجنات الأصائل، وأتى أيضا المستحيل مقدما شاهين من هجن الرياسة ومنتصرا في الجولة الأولى ب30 نقاط. هنا مع المستحيل شاهين ب9 دقائق 48 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تبدأ جولة أخرى من جولات هذا المساء، لينطلق ثاني أشواط الدلال المحليات الأصائل، وتنطلق فيه شواهين من هجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي بانطلاق رائع وجميل. وأكد هذا الانطلاق من خلال الجولة الثانية بسرعة رائعة وجميلة، خط النهاية يعانق الشعار الأحمر بالفوز والانتصار. 9 دقائق 27 ثانية جزءا واحدا من الثانية. شوطنا السادس انطلقت شاهينية من هجن الرياسة، وأكد المستحيل تواجده مرة أخرى مع ذلال المهجنات الأصائل بهذا الاندفاع الكبير والتحدي المثير. تهانينا لهجن الرياسة ولراشد بن محمد بالسم المنصوري. 9 دقائق 31 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. بينما شوطنا السابع والخاص بالزمول المحليات الأصائل، استطاع فيه شاهين من هجن الرياسة ليقدم هذه الانطلاقة، ويتواجد أيضا البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مقدما الماركة الشاهينية بانطلاقة الشعار الأحمر، هنا شعار هجن الرياسة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، حيث قطع المسافة في 10 دقائق 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. انطلق شوطنا الثامن والشوط الثامن نهاية الجولة الثانية، ليعلن شاهين من هجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، مؤكدا هذا التواجد والنجومية الرائعة مع الشعار الأحمر الخطر. بالفعل يأتي باستراحة المحارب مع خط النهاية ليكون 9 دقائق 49 ثانية وست أجزاء من الثانية. تبدأ الجولة الثالثة من جولات هذا المساء، لينطلق شوطنا التاسع والخاص بدلال المحليات الأصائل، وتأتي فيه مشكورة من هجن الرياسة، ليتواجد البارع عيسى بن أحمد المايد الخيلي مضمنا ومتابعا مع هذا الشعار شعار هجن الرياسة، حيث قطعت المسافة في 9 دقائق 34 ثانية سبع أجزاء من الثانية. انطلق عاشر أشواطنا والخاص أيضا بالحول المهجنات الأصائل، لتأتي هنا عالية لسمو الشيخ نيان بن ذياب بن سيف الهيان، ليأتي المضمر الأمين الصادق فضل الأمين مؤكدا بأن تواجد هذا الشعار من بداية الموسم بكل قوة وحيوية ليكون أحد البارزين في هذه الأمسية. فيؤكد الشوط العاشر 9 دقائق 34 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الحادي عشر انطلق فيه شاهين من هجن الرياسة، ليأتي المضمر البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مقدما الماركة الشاهينية بالفعل والانتصار المتكرر مع الأحمر الخطر، ليأتي ويؤكد بأن شعار هجن الرياسة في الاستعداد التام من البداية وإلى أيضا الختاميات. 9 دقائق 49 ثانية تسع أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثاني عشر عاد مرة أخرى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي ليقدم الماركة الشاهينية بانطلاق رائع وجميل من خلال اندفاع شاهين مشاهدين الأعزاء من هجن الرياسة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي ب10 دقائق 4 ثواني و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوط الختام وشوط الوداع، تأتي أيضا شواهين من هجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي باندفاع قوي ورائع وجميل، حينما طلب جولة الأوامر النهائية تنطلق كالسهم مشاهدين الأعزاء إلى خط النهاية، وتؤكد هذا الفوز
والانتصار بتسعة دقائق 33 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا للرئاسة وهجنها على هذا الفوز والانتصار. إذا مشاهدين الأعزاء نعيد التنويه لأيضا يرجى من الأخوة الراغبين بالمشاركة في بطولة كأس الخليج لسباقات الهجن ضمن نسختها الرابعة وأيضا المقامة في سلطنة عمان الشقيقة بميدان الفليج التوجه إلى مقر اتحاد سباقات الهجن لتسجيل المشاركة، وأيضا باب التسجيل مفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، مع العلم بأن البطولة سوف تقام يوم الأربعاء في 25 من شهر نوفمبر لعام 2015 للميلاد، ويوم الخميس 26 من شهر نوفمبر لعام 2015 الميلاد. التسجيل سوف يكون في الأسبوع القادم بإذن تعالى، فعلى الراغبين أيضا التوجه مباشرة إلى اتحاد سباقات الهجن لتسجيل مطاياهم. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الأمسية. شكرا للزميل أسامة الهواري، شكرا للزميل يوسف بن قاسم، شكرا لمسعود الكثيري، شكرا لكل الزملاء الذين رافقوني في الوصف والتعليق في هذه الأمسية. محدثكم سالم بن الحبس، يستودعكم الله، وإلى الملتقى بإذن تعالى في الأسبوع القادم ومع دورينا وأسبوع الصغار.